هاي فرط الميك اب اليومي طبعا لازم البشره يعني ما نخلي هواي مواد عليها لان انا حطلع اتعرض للشمس وقت طويل حضل مثلا بشغلي لود الشغل الكثير فالميك اب اليومي نكتفي بواقي الشمس المرطب مسكارا اذا البشره تعبانه يعني اخلي طبقه بسيطه من الفونديشن الخفيف اليومي مو ثقيل زين والمكياج زي ما طول البسط. اتطرقنا للفونديشن اليومي كيف نختار الفونديشن المناسب لبشرتنا الفونديشن لازم ناخذه بدرجه افتح بدرجه من البشره ليش افتح بدرجه لان ورا ساعه راح يغمق اي فونديشن ورا ساعه يطعن ليش اي هي مواد هي المواد تتأكسد ويا البشرة ويا زيوت البشرة صح. إذا أخذه أغمق راح يصير كل شيء سام ولا فاتح أبيض أنا أحب اللون الطبيعي دائما كل ما أنا أحب اللون البنانة عفية البنانة البنانة كل اللي هو على الصفار جاي الصفار. لا أبيض وردي ولا برونز إيه البرونز أكيد البنية السمراء إيه للسمراء وثانيا يعني يسمر يعني خاصة إحنا بجونة صح. إحنا جونة يعني تطلعين لو خالة أرقى ماركة ورا ساعة حتشوفي يتأكسد يتغير يغمق فعلى صفار البنانة نكتي عليه طبيعي كلش حلو كلش أحبه.